السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة دجاج التك الهندي ومع خبز النان وطريقتهم في القلاية دولونجي. اتمنى الفيديو يعجبكم. هنبدأ نجهز مع بعض الأول عجينة خبز النان. عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر ورشة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر. إن شاء الله المقادير في صندوق الوصف. وهنبدأ نقلب المقادير الجافة مع بعض، وبعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة المدابة، وهبدأ أفركها كويس جدا بالدقيق. هضيف عليهم معلقتين من الزبادي وتكون في حرارة المطبخ. هخلطها كويس جدا بالدقيق مع المقادير كلها. وبعد كده عندي نص كوباية من المية الدافية، هبدأ اضيف منها بالتدريج لحد ما تتشكل العجين. حسب نوع الدقيق هتحتاج كمية المية، انا مستخدمة الدقيق الكويتي واحتاجت كمية المية كلها النص كوباية. هنعجنها كويس لحد ما تبقى عندي عجينة ناعمة مش بتلزق خالص. في البولة اللي هنسيبها تخمر فيها هضيف نص معلقة صغيرة من الزيت، وهبدأ اغطيها بالزيت وهنغطيها ونسيبها لحد ما تخمر. عندي هنا بعد ما العجينة خمرت هنبدأ نلمها ونشكلها او نقسمها لكرات. كده تمام. بعد ما خلصت الكمية هجيب طبق من الدقيق وهبدأ اغطي فيه الكرات، كرات عجينة خبز النان، وهبدأ افردها. هنفردها بالطول اللي هو الشكل المعروف لخبز النان، وزي ما بنشوفه في المطاعم بيبقى واخد الشكل ده وبالطول ده وبالحجم ده. في القلاية شغلها على برنامج الفرن فوق وتحت لمدة دقيقة بس، هسخنها وبعد كده هفصل البرنامج وهضيف الخبز النان وهشغله على برنامج البيتزا. الخبز هيحتاج تقريبا 8 دقايق وهنلاقيه بدأ ينتفخ ويستوي او ياخد لون حلو من فوق. من تحت هنقلبه علشان يتحمر كمان من فوق تقريبا 4 دقايق كمان، يعني هو هياخد على برنامج البيتزا تقريبا من 10 لـ12 دقيقة وهيكون استوى وتحمر وبقى كويس جدا من فوق ومن تحت. ده عندي هنا نتيجة خبز النان، طبعا نتيجته زي نتيجة اي خبز عادي، وده مش النتيجة المعروفة لخبز النان او مش نتيجته زي ما بنعملها على الطاسة. هو الاول اول ما بيطلع وهو لسه سخن بندهنه بخليط من الزبدة والبقدونس. لو حابين رأيي انا بفضل الخبز او اي نوع مخبوزات تانية دايما في الطاسة او الفرن عن القلاية. بصراحة الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش في القلاية او نتيجتها في القلاية هي المخبوزات. ما عجبنيش في المخبوزات خالص في القلاية غير الباف باستري وجميع انواع البسكوت، هي اللي نتيجتها حلوة جدا في القلاية. لكن اي عيش تاني انا شايف ان طريقته اسهل بكتير على الطاسة من القلاية وبياخد وقت اقل. يعني ده عندي هنا نتيجة خبز النان في الطاسة، طبعا فرق كبير جدا، وبيديني في الطاسة النتيجة المعروفة لخبز النان. ده بيبقى شكله المعروف ولونه بيبقى طري جدا مش قابب زي اي خبز نوع تاني، فانا بفضل طريقته على الطاسة. هنبدأ نجهز مع بعض تتبيل الدجاج التكة. كوباية من الزبادي، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، 3 فصوص من الثوم المفرومين ناعم، والتوابل ملح وكركم وبابريكا وتوابل التكة، ومعلقة صغيرة من بودرة الزعفران. ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. لو مش متوفر عندك توابل التكة هنعمل ميكس ما بين الملح والفلفل الاسود والقرفة والزنجبيل والكمون والكزبرة والبابريكا والثوم البودر.
هتجهزيهم عندك وتستخدميهم في اي وقت بتفضلي. عندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاهم مكعبات، ولو حابة تستخدمي نفس التتبيلة مع فرخة كبيرة مشوية، لكن هي دجاج التكة معروف دايما هو عبارة عن مكعبات من صدور الفراخ المتبلة، لكن ممكن نستخدمها مع فرخة كبيرة مشوية. هحطها في عصيان الشيش بعد ما اسيبها طبعا في التتبيلة على الاقل 3 ساعات. انا مستخدمها هنا مع الفلفل الاحمر، وهضيفها على ورق الزبدة، وهنشغلها على برنامج البطاطس مستوى الحرارة الثالث. بعد ربع ساعة هنبدأ نقلبها الناحية التانية، وعندي هنا عصيان الشيش بتفيد جدا ان انا بقلبها بسهولة. هقلبها الناحية التانية وهسيبها كمان 10 دقايق، هتكون خلاص اتحمرت كويس جدا من فوق ومن تحت واستوت معانا وبقت جوزي وحلوة جدا. نتيجتها في القلاية تحفة جدا، دجاج التكة افضل بكتير من الشوي على الجريل او الفرن، بتفضل جوزي وطعمها تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. اما بالنسبة لدجاج خبز النان، انا بفضل طريقته على الطاسة، اسهل واوفر في الوقت وبيديك النتيجة المطلوبة عن القلاية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل اشعار بكل فيديو جديد. مع الف سلامة.